لنقاش الملف الفلسطيني ينضم إلينا عبر الهاتف من خان يونس الناطق باسم حركة حماس حماد الرقب. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا بكم. ما تعليق حركة حماس على تصريحات نتنياهو بنيته احتلال غور الأردن وشمال البحر الميت ومستوطنات الضفة؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الاحتلال الإسرائيلي يمعن في العدوان ضد الشعب الفلسطيني و سرقة الأراضي الفلسطينية. هو يحكم سيطرة احتلال قائم على فلسطين منذ عام 1948 والضفة والقطاع والقدس منذ عام 1967، وهو يصادر بذلك ممتلكات المواطنين. للأسف الشديد جدا يفعل ذلك تحت سمع العالم وبصره، ولا ينكر أن هناك بعض الأدوات التي تعينه، منها ضعف الأمة العربية والإسلامية وتهافتها وقضية التطبيع الذي تذهب إليه بعض الدول العربية وخاصة الخليجية، الذي أعطى للاحتلال الإسرائيلي رخصة بأن العالم الإسلامي غير مهتم ولا مكترث بالقضية الفلسطينية. وللأسف الشديد إضافة إلى قضية عملية التسوية الزائفة التي قادها محمود عباس، والتي أعطت للاحتلال الإسرائيلي فرصة لكي يتوسع أكثر. على العموم، لن تكون هذه القضية بالنسبة للقضية مسلم بها، ونحن نطالب السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق مع العدو وأطلاق يد المقاومة لمنع نتنياهو من الوصول إلى ملتقى وعده. في هذا السياق بالحديث عن الرئيس عباس، إلى أي مدى تظن أن رد عباس على تصريحات نتنياهو كان ملائما لحجم الحدث؟ القضية ليست تصريحات، القضية أفعال. عباس قبل ذلك صرح مرارا بأنه سيوقف التنسيق الأمني والاتفاقيات مع الاحتلال، لكنه لم يوقف التنسيق مطلقا. بالأمس كانت عائلة الأسير منجستو الموجود لدى المقاومة الفلسطينية في مقر مقاطعته قال بالحرف الواحد: أنا أعمل من أجل مستقبل الشباب الإسرائيلي. لذلك محمود عباس يكذب كثيرا في كل ما يقول، إن كان صادقا أو جادا فعلي أن يقوم بإجراءات فورية وفعلية، أولها إيقاف التنسيق الأمني مع العدو. هذا التنسيق الأمني وربما الحديث عن إلغاء كل الاتفاقيات التي عقدت مع الاحتلال، إلى أي مدى ستقرب وجهات النظر بين السلطة وحركة حماس؟ لو حدث هذا الأمر أنا أقول لك نكون اقتربنا من الاتفاق الشامل والوحدة الوطنية الفلسطينية ووحدة الموقف الفلسطيني، لأن المشكلة الحقيقية أن انقسام الشعب الفلسطيني هو انقسام بين مشروعين، بين مشروع يؤمن بالتحرير والمقاومة وبين مشروع يؤمن بوجود دولة إسرائيل. الذي يمثل هذا التيار هو محمود عباس للأسف الشديد، والذي حارب المقاومة الفلسطينية بصورة كبيرة وسلم المقاومين للاحتلال. لذلك إذا قام محمود عباس بالعودة عن هذا الأمر والرجوع مرة ثانية إلى ميثاق منظمة التحرير الداعي إلى الكفاح المسلح، حينها لا يبقى نقطة للخلاف بيننا وبينه. بتزامن مع رد المقاومة السريع في غزة، كيف يبدو الموقف الشعبي والحاضنة الشعبية للمقاومة التي قد تتلقى قصفا مكثفا قبل الانتخابات؟ الشعب الفلسطيني من فضل الله سبحانه وتعالى يفهم أن ضريبة الحرية وضريبة التحرير هي ضريبة كبيرة وقد جاد بأبنائه خلال كل معاركنا السابقة. الشعب الفلسطيني متمسك بحقه، لا يعطي الدنيا، لا نرفع راية بيضاء، ونحن متفهمون تماما أنه طالما كان هناك احتلال إسرائيلي فسنبقى في حالة من الكر والفر والجذب والضرب حتى نستطيع أن نكنس الاحتلال عن أرضنا إن شاء الله. نعم، ماذا عن الأيدانات العربية والعالمية لتصريحات نتنياهو، وما هي السبل الممكنة لتوحيد هذه المواقف لأفعال تخدم القضية الفلسطينية؟ الذي يريد من العالم العربي أن يدين بصورة واضحة عليه أن يقطع علاقته مع الاحتلال الإسرائيلي وأن يمارس الضغط الذي يستطيع عبر كل الوسائل السياسية والاقتصادية. أما أن نراهم يقولون كلاما ثم يفتحون الاحتلال الإسرائيلي العواصم العربية، ففي اعتقادي أن وعي الشعب الفلسطيني ووعي الأمة العربية والإسلامية لا تنطلي عليه الكلمات التي تعطى كإبر مخدرة. للأسف الشديد جل القيادات العربية والإسلامية متورطة مع الاحتلال الإسرائيلي ضد فلسطين والقدس، وآن لهؤلاء إما أن يكون موقفهم صائب وأن يكون موقفهم مع الأمة وشعوب الأمة، وإما أن يتركوا فلسطين لشأنه. الناطق باسم حركة حماس حماد رقب كنت معنا عبر الهاتف من خان يونس.